الله معكم أحبائي بيوم التنين من الأسبوع السابع من زمن القيامة. كلمة رجاء من إنجيل اليوم لإلنا: من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها للحياة الأبدية. كلمة رجاء بتقلك لازم تختار بين الأمور يلي بتعلقك بالأرض وبين الأمور يلي بتوصلك للسماء. كلمة رجاء بتقلك ما تعتل هم الخسارة الأرضية وما تتعلق بأرباح الأرض لو شو ما كانوا، إنما اسأل حالك هالخسارة أو هالربح هن أجر لإلي وطريق عبور نحو ملكوت الله. المسيح قام، حقا قام.